مرحبا بكم لاعبي الترجي، يعملوا اليوم اول حصه تدريبيه لهم في القاهره لوصولها من البارح، وغدوه يخدموا الملاعبيه التحضيرات في اخر حصه تدريبيه مبرمجه في استاد القاهره، استاد باش تلعب فيه المباراه المبرمجه نهار السبت بدايه من 6 متاع العشيه. بالنسبه لجماهير الترجي مازالوا يتوافدوا على العاصمه المصريه القاهره من عده اتجاهات ومن عده مطارات، ونذكروا لجنه التعظيم بالكاف منحت 3500 مقعد على ذمه جماهير الترجي، ومحاولات في الساعه الجايه من اداره الترجي للتنسيق مع الاطراف المعنيه للترفيع في العدد هذا. من أخبار المنافس الأهلي المصري، زوز ملاعبية أساسيين محمد هاني ومحمد عبد المنعم تعرضوا الإصابات في مباراة الذهاب، ما زالت متأكدتش جاهزيتهم المباراة، لكن باش يكونوا حاضرين في الساعات الجاية حسب الإعلام المصري. أيضا الإطار الفني للأهلي باش يسترجع خدمات عدة ملاعبية كانوا غايبين على مباراة الذهاب، ثم لأسباب فنية ثم لأسباب صحية. نلقاو مثلا متوسط الميدان أحمد كوكا اللي نجم يكون معوض لعلي معلول، وعلي معلول عنده زوز معوضين، أحمد كوكا متوسط الميدان نجم يلعب ظهير يسار، وأيضا كريم فؤاد اللي كان دخل الوقت اللي تضرب عليه معلول. كيف كيف الهجوم تواجد أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، زوز ملعبية في الهجوم كانوا غايبين على مباراة الذهاب. في البلاي اوت الجوله 11 مدي 3:30 باش يتلعبوا زوز مقابلات اليوم، بعد ما تلعبوا البارح زوز مقابلات، النادي الوزارتي يواجه قوي في القفص الحكم محرز المالكي، نجم المتلوي يواجه الاولمبي البيجي الحكم اسامه بن سحاق. اوكي، من الجوله 12 من البلاي اوت اللي باش يتلعبوا نهار الاحد 26 مايو، 4 ماتشات بالحكم تاعهم، مستقبل مرسى الاولمبي البيجي الحكم عامر شوشان، مستقبل السيمان نادي البنزرتي الحكم صادق السلمي، قوي في القفص اتحاد طويل تحكيم بحسين بولعراس، اتحاد بن قردان نجم المتلوي الحكم خالد اغويتر. تعيينات حكام مقابلات الجولة الثامنة من البلاي اوف باش تلعب على 3 دفعات، نهار السبت ماضي 3:30 نجم الساحلي ملعب التونسي الحكم احمد الذوادي في الفار ايمن نصري، نهار الاحد مع 5:30 اتحاد المنسيري نادي سبيخسي الحكم فرجة عبد اللاوي في الفار نعيم حسني، في انتظار بطبيعة مباراة الدربي المبرمجة نهار 2 جوان نادي الافريقي يستقبل الترجي التونسي. إدارة البايرن توصلت لاتفاق مبدئي مع المدرب البلجيكي فانسون كومباني للتدريب البايرن، لكن الإشكال في التعاقد اللي هو عقده الحالي مع نادي بيرلي المتواصل حتى 2028 وعنده قيمة تسريحية توصل 20 مليون أورو، إدارة البايرن رفضت دفع كامل المبلغ واقترحت 10 مليون أورو، بتبيع ليمات الجهة باش توضح هل يتمكن كومباني من فك الشراكة مع بيرلي والالتحاق ب بايرن ميونخ. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونات.